هذا نعم سيدي، واحد الرجل ركب مع واحد مول الطاكسي، وهو ديك مول الطاكسي شم في ديك الرجل واحد الريحة خايبة، وهو يدور لعندو وسولو وقال لي يا سيدي واش كتغني منين كتكون كتدوش؟ رد عليه داك الرجل ايه كنغني. وهو العفيريت ديال الشيفور الطاكسي قال لي الله يرحم باباك الا ما قول لي من وقتاش ما غنيتي. وقيلا ديرون جيتك، هادي نعم سيدي واحد المقولة نتاع المغربي منين كيكون تابع شي بنت من فاس حتى المكناس. لا لا يا سيدي انت ما ديرون جيتيهاش، نتايا انت ربقى لها غشوية وتدخلك معها في الحالة المدنية توأم ديالها. هذا واحد دار لعند مراتو وقال ليها واش كتعرفي تهضري بالتركية؟ شافت فيه هي وقالت هي ويلي كنعطيها صليا. وهو يقول ليها يلا هضري هضري نسمع، وهي تبدا تقول ليه عافاك عافاك يا كمال ما تسمحش فيا، عافاك عافاك ما تخلينيش بوحدي عافاك. لا لا تبارك الله عليك كتعرفي تهضري بالتركية، صفقوا عليها صفقوا عليها نعم سيدي. هادي نعم سيدي واحد البنت فريفيرة بنات اليوم ما علينا نعم سيدي، عمرها شي 14 سنة، تزوجت وحملت ومشات عند الطبيبة، وهي تقول لها الطبيبة واش ما كتشربيش يا بنتي الماء؟ ردت عليها هي لا يا دكتورة ما كنشربش الماء. وهي الدكتورة تقول لها وعلاش ما كتشربيش؟ راه ضروري خصك تشربي الماء. وهي ترد عليها الا يا سعادة الدكتورة راني خفت البيبي غرق لي في كرشي. ومي مي يا بنيتي اش غادي نقول لك، الذنوب ماشي عليك في الحقيقة، الذنوب على اللي زوجوك نهار الاول. هذا نعم سيدي واحد دري صغير مشى عند امو وقال ليها وا ماما بغيت نسولكي القلب ديال الانسان فين كاين؟ جاوباتو هي كاين في الصدر ديال الانسان في الجهه اليسريه. شاف فيها الدري معجب وقال ليها وغريبه هادي يا ماما. وهي تقول لي علاش يا وليدي علاش غريبه؟ رد عليها هو ايوا غير البارح راني كنت طالع في الدروج وانا نشوف بابا واقف مع جارتنا وسمعتو كيقول ليها يا حليمة قلبي راه بين يديك يا حليمة. هادي نعم سيدي واحد الشيبانية قال لك كتخدم زيت الزيتون بزاف باش كتبيعو، والمهم كترزق الله ما علينا، وعندها واحد الولد سكايري منو ما كان. تجمعوا الناس وجاو لعندها وقالوا ليها يا لالا علاش ما كتقوليش لولدك يحبس من هاد البلية ديال الشراب راه كيشرب بزاف، انتي راكي الام ديالو خصكي تنصحيه. جاوبتهم هي وعلاش غادي نقول ليه يحبس من الشراب وهو نافعني بالقراعي. البارح نعم سيدي نعست وحلمت راسي كناكل في سباغيتي، المهم يا سيدي عرقتها ماكله في ديك الحلم ما علينا. منين نط في الصباح وبديت كنشوف في جنابي ما لقيتش لي زيكوتور كليتهم. هادي نعم سيدي وحده مشات لعند راجلها وقالت لي وراجلي العزيز راه عيد زواجنا قرب خاصك تجيب لي شي كادو يدمع لي عينيا من الفرحه. رد عليها هو هذا وكان مطلبتي غار الموجود. ايوا يا سيدي مشى جاب ليها كيلو ديال البصله
إوا راهي ما تدمعي في عويناتك. كلاكسون عليها نعمة سيدي بالطوموبيل وقال ليها وطلعي طلعي. ردات عليه هي ويا حشمانة، واش القدام ولا اللور؟ وهو يجاوبها وقلت لك طلعي فوق التروطوار يا مسخوت الوالدين، خليني نستالي الطوموبيل. الله الله حرق لها المشاعر مسكينة. قال لك نعم سيدي هذا واحد المشحاح، واحد السقرة منه ما كان. ما علينا، جاو لعندو وسقساوه وقالوا له علاش ما كديرش الريحة؟ وهو يجاوبهم شنو هو ندير الريحة؟ ايه انا نديرها واحد اخر يشمها، والله لا درتها. هذا نعم سيدي واحد شاف واحد البنت غادية في الزنقة، وهو يتبعها وبقى غادي وكيقول ليها عطيني النيميرو عافاك عطيني النيميرو. وهي الدور لعندو شافت فيه وقالت ليه خاف الله واتقي الله ديرني بحال اختك. وهو نعم سيدي شاف فيها وطول الشوفة وهز يدوج معا معا واحد صرفيقة وقال ليها هادي لبسة تخرجي بيها؟ واش هادي لبسة تخرجي بيها أختي؟ يا خوتي ندويو بصراحة وبلا كدوب، كيفاش كيديكم النعاس وانتوما الحوانت نتاع اللباس كلهم وعدتوهم باش غادي تضربو غير دويرة وترجعو تاخدو من عندهم، وتا واحد ما يجي يقول لي انا ما درتهاش؟ اي وليدي هاد القضية درناها كاملين، كندخلو نبداو نشوفو ونقيسو في التالي كنقولو لك اواحد دويرة وحنا راجعين ندي من عندك، المهم غا الله يسمح لنا وصافي. نامت على صدره وقالت له لا أستطيع أن أنام يا حبيبي فدقات قلبك تزعجني. إيوا هو نعم سيدي بغى يدير فيها رومانسي كتار من القياس، أقطع النفس مات نفس الشيع حتى سكت ليه القلب ومات. إيوا يا خوتي شغنقول لكم اللي بغل راه بغل.